السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عالجنا مشكلة اللحمة الفاسدة اللي عملها فينا الشاب اللي هو العراقي اللي ضحك علينا ده، انا رقدت في الاوتيل فندق الرشيد، وانور اخذ بعد ما عدنا ننظف اللحوم الفاسدة و نرمي دي ونجيب لحوم، وعملنا لحوم جديدة يعني أضاحي جديدة ووزعناها على الناس. قعدنا حوالي يومين أو ثلاثة أيام، أنور وعبد الواحد كل يوم يروحوا التلاجات دي عشان يشيلوا اللحوم الجيدة ويرموا اللحوم الفاسدة منها ويعيدوا يعني وضعها مرة أخرى في الأكياس البلاستيكية. كنت أنا نايم في الأوتيل على ظهري مش قادر اتحرك علشان اللي هو الشد العضلي القوي اللي حصل لي ده، وكان اتاني زوار كتير جدا منهم السفير مصر في العراق، وكان طبعا ده بتوصية من سيادة معالي وزير الخارجية عمرو موسى اللي كان في صداقة بيننا منه. وبعدين بعد ما جه مرة بدأ بعد كده هو يجي كل يوم يزورني اللي هو القنصل العام، لان كان طبعا ما فيش مصريين كتير جدا في العراق في الوقت ده في سنة 1997. وانا قاعد كده هو كان القنصل بيشوف الناس وهي داخله خارجه عليا، كان بيستغرب يعني انت قاعد ومتالم والناس داخله وخارجه وداخله وانت بتضحك. فسالني السؤال ده، قال لي انت ازاي في الالم اللي انت فيه ده وقاعد بتضحك؟ قلت له طب انا اعمل ايه يعني، انا لازم انسى الالم اللي انا فيه وافرح بزياره الناس دي ليا. حدث في الجلسات دي شيء، في جمعيه عراقيه اسمها جمعيه شبان المسلمين اعتقد او حاجه كده المسلمين، جه الدكتور المسؤول عنها وقال لي كلمة كده، وعلى بعض الناس بيقولوا يعني انتم جايين هنا هو انت وانور واسمه كده وعبد الواحد، وده بيكلفنا كتير قوي يعني من اموال، والشعب العراقي اولى بهذه الاموال. ايوه ايه المشكلة؟ المشكلة يعني نوفر دي وتدوا الفلوس دي للجامعات اللي موجودة هنا. قلت له طيب قل لمن نصحك بهذا التالي، ان عبد الواحد هيرجع بالقصة بتاعت معاناة الشعب العراقي. قال لي نعم، هيعمل جمع تبرعات للشعب العراقي. قلت له انا متوقع ان عبد الواحد هيجمع من هولندا ما لا يقل عن 50,000 دولار. عم انور مختلف عنده، هيعمل عشاءات خيرية للعراق لانه شاف الوضع وكذا، مش هيجمع اقل من 200 او 150 200 او 250 الف دولار للعراق. فهل انت عايزني ما اجيبش الناس دول عشان يرجعوا يقولوا قصه معاناه الشعب العراقي ولا لا؟ لا هاتهم ان شاء الله تجيب 10 معاك. اللي قالوا لي كده انا مش هصدقهم، انا دلوقتي جزاكم الله خير انطلقوا واحنا معاكم دائما. القصه هنا قصه مهمه جدا فيها جزء مهم، ان انا كنت تحدثت في الحلقة الماضية عن عدم وجود شفافية عند الكثيرين من الذين عملوا في الملف العراقي، سواء كانوا داخل العراق او داخل الاردن او داخل اوروبا او داخل اي مكان في العالم. هؤلاء الناس اللي اتصلوا بالدكتور كانوا مش عايزين ان احنا نيجي، كانوا هم ياخدوا الاموال ويصرفوها بنفس الطريقة القديمة العقيمة التي ليس فيها اي شفافية او محاسبية او مرجعية. وفعلا قولي مرة وأخدوني ووروني المكتب، نوم عندهم مكتب، والمكتب ده كان غرفة مقفولة ما فيهاش أي حد، يعني حبوا يلفوا راسي، وانتوا عارفين كلكم ان راسي يعني انا راسي دايما ملفوفة، فانا مبروم على مبروم ما ايه ما يرولش، ملفوف على مفوش، ملفوف على ما يفوق، على ملفوف على ملفوف ما يبقاش منفوش. المهم اللي هنتعلمه هنا ايه؟ ان احنا نذهب الى هناك ونعاني من أجل رفع المعاناة عن الشعب العراقي كما حدث معي، والحمد لله ربنا نجاني من هذا الأمر وشفيت ورجعت مرة تانية. ورسالتي كانت لمعاتس القنصل كانت واضحة جدا، احنا هنا من أجل إسعاد الشعب العراقي. الأمر الثاني، الناس بقى اللي بيلفوا ودور ودور عشان ياخدوا الفلوس هنا وهنا وهنا، نسيت أقول لكم حاجة، سنة 1996 وإحنا مشغولين اتصل بينا اللي هو مدير مكتبنا في لندن الأستاذ فادي معاه 1000 أضحية، 1000 أضحية في 30 دولار، ما لقانيش، اتصل بالأوتيل ما عارفش يجيبني خالص. طب ما كنتش في أي نوع من أنواع الاتصالات في العراق. أنا متأكد وأكاد أكون متيقن وأكاد أكون أجزم إن هذه أعطيت لبعض الناس
اللي أرسلهم اللي تحدثوا مع الدكتور اللي جاي كلمني وما عرفش تنفذت ولا ما تنفذتش. أي صورة بتتاخد وتحط إلى آخر. فالشفافية هنا والمصداقية والمرجعية والمحاسبية مهمة جدا جدا جدا. وهؤلاء الناس اللي أنا بسميهم ذي الهيينة وذي التعالب وذي الذئاب أكلت أموال الفقراء من بعض الناس. إحنا ممكن نتعامل معهم بحسنة لكن نبعد عنهم على الإطلاق. فكن حذر، كن حذر في أماكن الصراعات، كن حذر في أماكن الحاجات أن تأتيك نصائح خيبة تجعلك لا تأتي البلد وتعتمد على ناس هم ليسوا بأكفاء وليسوا بشرفاء. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.